مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم مع تيكو تيوب وحلقه جديده على قناتنا على تيكو تيوب وعلى الفيسبوك بيج برضو تيكو تيوب او على الويب سايت tarabrahim.com. طبعا الموقع ينزل على الشاشه، ويا ريت يا جماعه في حرف الاي هيظهر دلوقتي على الشاشه، بس اضغطوا عليه عشان تتابعوا اخر الاخبار واخر التفاصيل لكل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. النهارده في خبر ظهر قدامي. الخبر ده نزل في اكثر من جريده عن ان شركه طيران الامارات اعلنت النهارده بتاريخ النهارده اللي هو السبت تاريخ 10 يونيو 2017، اعلنت انها هتمنح تاشيره مجانيه للمسافرين المصريين لزياره دبي خلال الفتره من 8 يونيو ل 30 سبتمبر، يعني من الشهر اللي احنا فيه من النهارده لحد يوم 30 سبتمبر. الكلام ده معناه ايه؟ طبعا كان في الناس اللي ما تعرفش، التاشيره للامارات، التاشيره اللي هي السياحه، كانت في حدود 2500 جنيه، فتعتبر يعني انها وفرت لك ال 2500. بقى تشوف بقى انت ممكن ساعتها تعمل حق التذكره مثلا او حق المصاريف. طبعا في خلال الشهر ده انت ممكن مثلا تبقى قبل ما تروح، بقى الفكره بقى والنصيحه اللي انا بقولها، قبل ما تسافر تبدا بقى، لو انت واحد نفسك تسافر او تخرج مثلا او تسافر تعيش في دبي في المستقبل. طبعا دبي بلد جميله، انا زرتها مرتين قبل كده، من اجمل الدول العربيه، نظيفه جدا، كل حاجه فيها جميله، اللايف ستايل هناك، الحياه كلها نظيفه، حاجه جميله يعني، حاجه تشرف يعني. فالنصيحه كالاتي، قبل ما تروح طبعا ممكن انت تتفرج على بعض مواقع الجوبز اللي هناك، تشوف انواع الشغلانات، في ايه اللي انت ممكن تقدر تقدمه، ممكن تاخد الرزومي بتاعتك او السي في، السيره الذاتيه، تاخدها تقدمها هناك في حاجه، لو قدرت تظبط ان انت تعمل انترفيو او حاجه بالمره وانت هناك. تمام. هقول لكم معلومات اكتر عن الخبر. طبعا الخبر ما تنسوش انا هحط لكم تفاصيل تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت، وهحط لكم اللينكات اللي انا جبت منها الخبر. انا حبيت اعرض معاكم الخبر، ممكن ناس كتير تكون شافته، بس انا حبيت يعني لو حد شافه احطه على القناه عندي عشان يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس، يمكن حد يستفاد بيه. الشركه الخبر هنا بيقول ان الشركه قالت في بيان صحفي ان وفقا للعرض الخاص فان تكلفه تذكره القاهره دبي هي 5894 جنيه مصريا للدرجه السياحيه، و دي اللي هي الايكونومي كلاس اللي هو اقل حاجه، فيبقى سعر التذكره قول 6000 جنيه. طبعا انت وفرت 2500 اللي هي سعر التاشيره. يتم حجز الطيران خلال الفتره من 8 يونيو من 8 ل 24 يونيو في الشهر الحالي. ومكتوب ان السفر هيكون السفر بين 8 يونيو و 30 سبتمبر، ويشمل السعر قيمه ضرائب المطار. تقدم مكتوب بقى هنا، بقى هو الخبر اهو، تقدم شركة طيران الإمارات أيضا تأشيرة مجانية لمدة 30 يوم لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية شحن حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كيلو جرام للدرجة السياحية و 32 كيلو جرام لدرجة رجال الأعمال، إلى جانب بطاقة الصعود إلى الطائرة اللي هي ماي إمريتس باث، اللي يمكن استخدامها للاستفادة في عروض وخصومات. تمنح بطاقة ماي إمريتس باث للعملاء خصومات خاصة فيما يزيد 120 من المطاعم المتميزة. فهم مدينك باس، باسنجر باس، للي هو اللي هيسافر مع إمريتس إن لاين، ده بيديك تخفيض ل 120 مطعم ومكان وعروض كتير في الإمارات خلال الزيارة. خبر كويس، نهتم ان احنا نتكلم فيه، ممكن يساعد حد على الاقل، او على الاقل الناس اللي هي ما سافرتش قبل كده تسافر تشوف دبي، ياخدوا فكره عن الحياه، يشوفوا ناس تانيين. حبيت اشارككم بالخبر. شكرا لكل الناس اللي بتتابعني وبتبعت لي رسائل. ان شاء الله هحاول ارد على كل رسائلكم، وان شاء الله في فيديو قريب هحاول اطلع لايف عشان اجاوب على كل الاسئله. ما تنسوش تعمل سبسكرايب
وتعمل لايك او كومنت عشان اعرف رأيكم في الفيديو، او اي اسئلة انتم محتاجينها. ما تنسوش تروحوا برضو على الموقع بتاعي www.tarabrahim.com. شكرا.